اكثر شيء راجديه بشنو مشهوره؟ الراجديه ما نقدر نحصرها اقول مشهوره بشيء واحد، مشهوره بكل سله بغداد، سله العراق مشهوره بكل شيء، من التمور، من الحمضيات، من النفضيات، وبكل شيء، حتى بتربيه الحيوانات مشهوره. كل شيء مشهوره الراجديه. يعني متنوعه. متنوعه بكل شيء خير من الله. بس مع كل الاسف يعني تراجعت الزراعه احنا. من ايش وقت بالضبط؟ تراجعت من وراء السقوط. تراجعت بهوايه، واحد يحكي الصراحه. زين، تراجعت من وراء 2003. من 2003. خلل اليوم بالجهات المختصه. لو خلل انه الفلاح مثلا حب التعيين اكثر من لا 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 لا، الجهات المختصه خلته يبتعد عن الزراعه، اهمال صارت من الجهات المختصه، ماكو دعم، ماكو مبيدات، ماكو مواد كيميائيه، اهتمام بالفلاح ماكو، مي فترات ماكو، المي ماكو. هسه احنا نقول المي زين، بس اهتمام بالمواد الكيميائيه، مواد المبيدات، المواد الزراعيه، المي همين يساعد همين. اكثر شيء المبيدات ده تعبنا احنا، المبيدات. هسه انتم تشوفون احنا هسه موسم التفاح، التفاح جت ذبابه الفاكهه ضربت ما خلت تضرب الحاصله تزرفها وتنهيها. شلون اذا هذا موجود؟ هذا تعال شوف، ها جدامك، اجيب اليمك قدامك، هذا تعال شوف وارجع لمكانك، تعال هذا شوفه، تجي الذبابه ممتاز تزرفها وتعوفها وتروح، توديها للعلوه ما حد ياخذها، يقول لك هاي مصابه. العالم المستهلك يتجه على المستورد. نعم ارجع المكان. الصوج مو بينا، الصوج بالمبيدات، المبيدات مو اصليه. المبيدات انتوا اشتريتوها؟ على حسابنا، ماكو دعم. مين اشتريتوها؟ من المهندس، المكاتب الزراعيه. زين دائره الزراعه متوزع مبيدات؟ لا ماكو، ماكو اي مبيدات ماكو. هسه هاي شنو المرض؟ هاي ذبابه الفاكهه، هاي تجي تزرفها وتخلي ديدان بيها. هذا هذا الديدان تزرفها وتصير هيك شكلها. مو بس التفاح، العرموط، العنب، المشمش، الآلو، بأنواعه يضربه. بس هاي الفترة متأثرة التفاح. التفاح لا، أنت عندك المشمش، إحنا كل سنة نصدر مشمش. باو. نصدر المحافظات الجنوبية والوسطى ما. نعم. صدرنا، يعني يجينا أبو النجف، أبو كربلة، أبو البصرة يأخذ من عندنا. هذا بعد ماكو، قمنا يتجه بعد على المستورد.